السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم طلاب الصف التاسع الإعدادي بدرس جديد في الوحدة الخامسة المناهج المطورة في اللغة الفرنسية إلزون شوازي أن ميتيي. طبعا عندنا اليوم نص كتابي، راح ناخذ هذا النص إن شاء الله نشرحه مع الأسئلة. إلزون شوازي أن ميتيي كي لي في فواياجي، هم اختاروا مهنة التي تجعلهم فواياجي يسافرون. طبعا لمحبي السفر، فهنا هم اختاروا مهنة تجعلهم يسافرون. Pour le travail، بالنسبة للعمل، ils doivent voyager، ينبغي عليهم فواياجي أن يسافروا au moins une fois par mois، على الأقل مرة بالشهر. Une fois par mois، مرة par mois يعني بالشهر. Dans les quatre coins، إلى الزوايا الأربعة du monde، من العالم. Une jeune شابة نورا كونت، تروي لنا سكي ما لوي بلي أعجبها دان سون جوب، جوب في عملها. avec un travail pareil، مع عمل مماثل. aucun risque، دون مخاطر. de s'ennuyer، من الملل. ميريل، هاي اسمها، طبعا اسمها ميريل. إجران روبورتي، مراسلة كبيرة. روبورتي اون إيطالي، في إيطاليا. إل كولابور، هي تتعاون. كولابور هذا فعل من أفعال المجموعة الأولى. أفيك بلوزيور ماجازين، مجلات. إي سورون ريجوليريوم، يعني وتكون ريجوليرمو بشكل منتظم. سور للتيران، على أرض الواقع. إي كومبري دان دي زون دي جير، فهي تعمل، تستوعب يعني، دان دي زون، في مناطق دي غير الحرب، يعني عمله يكون في مناطق الحرب. نكمل. ديجا اتوديانت، طالبة سابقة. لو فواياج، السفر الى ديكوفيرت، واكتشاف دي نوتر كولتور، ثقافة اخرى. متوني اكور، تأسرني في العمق، يعني تأسر قلبي. متوني اكور، تأسر قلبي. j'ai eu l'occasion، فانا كان لدي الفرصه de terminer، بانهاء mes études، دراستي. d'histoire، في التاريخ. en iran، في ايران. ou حيث j'ai pris، تعلمت le persan، اللغه الفارسيه. là-bas، هنالك. j'ai fait mon premier reportage، قمت بتقريري الاول. un peu par hasard، قليلا بالصدفة، نوعا ما كان يعني في صدفة بهذا الموضوع. c'est comme ça، ننتقل لفقرة جديدة. إنه كذلك. que je suis devenu journaliste، أصبحت صحفية. aujourd'hui، اليوم. je suis، أنا. ce qu'on appelle، ما نسميه. ce qu'on appelle، نسميه. un grand reporter، مراسلة كبيرة. car je parle régulièrement، لأنني ريغوليرمو أغادر بشكل منتظم. الإترانجي، للخارج، يعني أسافر إلى الخارج. بور مي روبورتاج، من أجل تقاريري الصحفية. جمرون دان ويت أو نوف باي، فأنا أزور، أسافر يعني، إلى ثماني أو نوف باي. نوف باي يعني تسع بلدان. باران بالسنة، لاحظوا هذا النص ذكرنا مصطلحين. بارموا بالشهر، حاليا باران بالسنة. نكمل فقرة جديدة. je connais les attentes، أعرف تطلعات دي ماجازين، المجلات أو الصحف. avec lesquelles je collabore، التي أتعاون معها. je leur propose، وأقترح عليهم. des sujets، مواضيع. en fonction de l'actualité، وفقا للأحداث. l'actualité، الساعة. actualité يعني أحداث الساعة. et de leurs attentes، وتطلعاتهم. ce que je préfère، ما أفضله c'est alterner، هو تعقب les zones، المناطق، مناطق دي غير الحرب. et les endroits، والأماكن. plus calme، الأكثر هدوءا. pour moi، بالنسبة لي. pour moi هذا مصطلح، بالنسبة لي. le voyage، السفر. في بارتي، يشكل جزءا. اسانسييل، اساسيا او جوهريا. دو جوب، من العمل. ترافايي،
depuis Rome. فالعمل من منطقة روما. Et le compteur هو معاكس de ce que je dois faire. ما يجب علي القيام به. Faire القيام به. En tant qu'un journaliste. بكوني صحفية. Mais attention. لكن. انتبه. On ne devient pas journaliste. لا ينبغي أن أكون صحفية. Parce qu'on veut voyager. لأنني أريد السفر. يعني مو شرط أن الواحد يصير صحفي كرمال إيش يسافر بالسنة يعني بالشهر مرة مرتين بالسنة 8-9 بلدان إلى آخره. Ce qui doit motiver, الذي يجب أن يحفزنا للشواء على اختيار دو سيت بروفيسيون هذه المهنة هي تعطي سبب لاختيار مهنة الجورناليست الصحفية أو الروبورتي المراسلة الصحفية c'est d'abord إنه أولا دو فولوار الرغبة انفورمي بالمعرفة surtout qu'il est de plus en plus وعلى الأخص أن يكون صعبا أكثر فأكثر de faire القيام de grand reportage بتقارير صحفية كبيرة ce qui لأولئك الذين يريدون vraiment حقا faire ce métier القيام بهذه المهنة je conseillerais أنصحكم de se spécialiser بالتخصص sur une région بمنطقة واحدة يعني شيء الواحد كرمال ما يتعب ويسافر من دولة إلى دولة طبعا هنا في عندنا بعض الأسئلة جو كومبروند أنا أفهم لو دوكومون الوثيقة إيه هي أن تيمونياج شهادة ولا أن روبورتاج تقرير صحفي ولا إن ليتر رسالة طبعا أنا مختار البي هي الاختيار الصحيح أن تيمونياج شهادة يعني هي هنا ناقلة تجربتها الشخصية فتعتبر أن تيمونياج شهادة في سؤال ثاني إذا نختار آه الإجابة بي خطأ Dans ce document, في هذه الوثيقة, on parle d'un, نتحدث عن تورست, سائح, aventurier, مغامر, ولا روبورتيه مراسل صحفي. طبعا الإجابة C, روبورتيه مراسل صحفي. في عندنا السؤال الثالث. عن روبورتيه المراسل الصحفي سيتان, إنه جورناليست الصحفي الذي يسافر من أجل العمل, voyageur, المسافر كيفي الذي يقوم بالتوريسم بالسياحة, un visitor, الزائر كي ديكوفر الذي يكتشف المناطق طبعا الإجابة أه صحفي الذي يقوم بالسفر من أجل العمل طبعا نكمل السؤال الرابع سوربورتي الصحفي ترافاي يعمل بور من أجل دي ماجازين المجلات ولا دي زيكول المدارس ولا دي زورغانيزاسيون المنظمات لاحظة أنه إذا نرجع للنص أكثر من مرة ذكرت كلمة دي زورغانيزاسيون طبعا دي ماجازين دي زولي مجلات في عندنا سؤال je comprends mieux يعني أنا أفهم بشكل أفضل qui raconte son expérience من يروي خبرته طبعا هين ميري الروبورتي إذا السؤال السادس نكمل où voyage-t-elle pour travailler أين سافرت من أجل العمل أين تسافر من أجل العمل هنا dans les pays يعني تسافر أوزون إلى المناطق de guerre الحروب et aux endroits والأماكن plus calme الأكثر هدوءا إذا هي تسافر إلى هذه البلدان للعمل نكمل الصح خطأ نكمل أسئلة الصح خطأ لهذا النص vrai ou faux صح أو خطأ السؤال الأول أو الجملة الأولى إنه travaille jamais dans un bureau هي لا تعمل أبدا في مكتب صح أم خطأ الجواب faux خطأ B. Elle a fait son premier reportage en Iran. هي قامت بأول لقاء صحفي في إيران. الجواب vrai. صح خلال دراستها. Mireille est une grande journaliste. هي صحفية كبيرة. الإجابة vrai. صح. الجملة D. Chaque année, كل سنة, elle voyage dans un seul pays. هي تسافر إلى بلد واحد. الإجابة faux. خطأ. تسافر إلى 8 أو 9 بلدان. Son métier est parfois dangereux. مهنتها هي بارفو أحيانا أنا كاتبين غالبا نشيلها كلمة بارفو أحيانا دانجيرو خطيرة الإجابة فري صح إذا كانت مناطق حروب نكمل إف لو فواياج الرحلة نيبا لم تكن إسانسيل ليست أساسا دان سون جوب في عملها ليست أساسية في عملها الجواب فو خطأ السفر ديزولي لو فواياج الرحلة أو السفر هنا معناتها السفر الروبورتي المراسل دوا بارلي ينبغي أن يتكلم أموان على الأقل دولانك لغتين طبعا الجواب فري صح هيك نكون خلصنا
النص والأسئلة بشكل كامل. موفقين، بوشكس.